الانتظار بسبب جائحة كورونا. تعود رائحة الهافانوس لتعبق في أروقة قصر لاجيتو احتفالا بالذكرى السنوية 55 للكوهيبا. بلا شك نحن الدولة الوحيدة في العالم التي عندما تتحدث عنها تقول هافانوس وكوهيبا، ولهذا تأتي أهمية الاحتفال السنوي بذكرى ولادة هذه العلامة التجارية التي تشكل جزءا من هوية كوبا. مئات الشخصيات ممن لديهم شغف تجاه هذا المنتج قدموا من أكثر من 70 بلدا لحضور هذا الاحتفال الحصري ولتذوق النسخة 55 من كوهيبا بنكهتها التي تجمع بين الفخامة والابتكار. تقريبا 1000 شخص اجوا من جميع العالم ليتسوقوا السيجار الجديد، ليتسوقوا الكوهيبا. هذا الكوهيبا بيختلف عن كل السيجار بالعالم، انه هو ذا بيست سيجار ان ذا وورلد. ليش هو افضل سيجار؟ مش لانه سيجار معمول بطريقه كوبا، هي الاروما، كوبا هي الطعم، هي الذوق. أنا أحضر المهرجان منذ العام 1997 لأنني أحب السيجار الكوبي ونقوم بتوزيعه عبر شركتنا. لدي شغف في جمع كل الإصدارات. جميع من يحب السيجار يحاول المشاركة في هذا المهرجان. أشارك دائما في مهرجان السيجار وأحب كوبا. أنا هنا لتذوق الإصدار الأخير في الذكرى السنوية 55. آمل أن يفاجئونا كما يفعلون دائما. نحن بنيجي من أمريكا لنشوف هالفستيفال هيدا للسيجار ولندوق السيجار الجديد اللي نحن كل سنة بنتعشق إنه نجي نشوفه. لا يغيب الطابع الإنساني عن هكذا احتفال في كوبا، فكعادته يتوج المهرجان بمزاد خاص تذهب عائداته لدعم قطاع الصحة في البلاد. عروة محمود، هافانا، الميادين.